ياما نفسي اصحى الصبح الاقيك عامل لي الفطار، 2 بيض سامي سايد اب، 2 بانكيك. واخد لي بالك انت؟ ولما انا اعمل لك الفطار انت هتصحي تعملي ايه؟ تاكلي كده على الجاهز؟ يعني ايه؟ الفطار جاهز اهو، خش دوسي. ما انا ما باكلش فول على الصبح، قولوني بيتضخم. والله احسن برضه، حبه الفول دول يا دوب على قدي. خش انت بقى المطبخ اعملي الفطار اللي على مزاجك. مش فايده عليا. نعم؟ عن اذنك. الله حلو الفول. على فكره في جثه جنبك بقالك 3 ساعات سايبني وبتبص على بتاع ده. بصي، حاجه تجنن، حاجه تجنن. بنت سنها ما يتعداش ال 20 سنه، واحده شمال. بصي كاتبه ايه على الفيسبوك؟ ايه شمال دي؟ اه صحيح، ده انا نسيت ان انت ما حضرتيش شمال لما نزلت. نزلت؟ شمال دي لو واحده ست تبقى ست مش تمام. لو راجل يبقى مش تمام خالص. كاتبه ايه بقى الشمال؟ بصي، ثقه الاب في ابنته، في ابنته، واشعارها بهذه الثقه تجعلها تتجنب الاخطاء. طب والله محترمه. يعني اللي هي بتقوله ده يبين ان الجيل الجديد عنده فكر. جيل ايه؟ جيل ايه؟ انت عارف البنت دي بالذات كانت مع محسن امبارح في الفندق. ده جيل ياخدنا البحر ويجيبنا عطشان، ده انت نفسك ما تعرفيش تتعاملي معاهم، تقولي لي جيل. ليه كده؟ ليه التعميم ده؟ مش تعميم ولا حاجه، بس يعني الناس المحترمه بقى قليلين ما بيبانوش دلوقتي. بصي سيبك من الكلام ده، اديني سبت الفيسبوك اهو. وعايز اسالك سؤال بقى. انت ليه بتكرهي مرتضى قوي كده؟ عشان حبيته قوي، وعلى قد ما حبيته كرهته. الفضول خلاص هيفط من هناك. اه طبعا الفضول هيفط وهموت واعرف. مش طبيعي، مش مظبوط كده. ازاي يعني؟ كان بيعمل ايه؟ يعني عايزه اقول لك مثلا ان هو كان كل ما يجي ينام معايا يضربني. كان عنيف جدا، بيعمل حاجات غريبه قوي في الجنس. يعني بالوقت كده اكتشفت انه مش مظبوط، سادي يعني. سافرنا بره وحاولت ان انا اعالجه اكتر من مره، بس تعالج؟ هو ما كانش عايز يتعالج اساسا. بعدين بقى انا عايزه اقول لك مفاجاه بقى، الموضوع اللي بوظ الدنيا خالص ان انا مره راجعه البيت بالصدفه الشديده لقيته نايم مع مرات انتيمو وشريكه. يا نهار اسود، عملت ايه؟ ولا حاجه، ضربتهم هما الاثنين ولميت حاجتي وساومته على الطلاق. واكتشفت بقى بعد شويه ان هو نام مثلا مع 3 4 اصحاب. يعني خسرني كل حاجه. يعني هو من الاخر كده مرتضى شمال زي صاحبتك. انا اسف لو كنت خليتك تحكي وضايقتك. لا لا، انا بحكي لك بالتفصيل عشان انا مش عايزه هديل تحس اللي انا حسيته. انا مش عايزه هديل تحس ان الجنس هو اللي بيحركك يا سيف. تحس؟ دي لازم تكون حاسه ومتاكده ان الجنس اهم حاجه في حياتك. ايوه، ما الجنس اهم حاجه في حياتنا كلنا، بس ما تبقاش حيوان يعني. يعني الحقيقه مش عارف ازاي بتكلم معاكي كده كانك واحد صاحبي. ده انا بتكسف اتكلم مع محسن او فوزي في الكلام ده. على فكره هو ده الطبيعي، انك تتكلم مع واحده صاحبتك ست على مراتك، مش تروح تتكلم مع واحد صاحبك. والعكس صحيح كمان، هي تتكلم مع واحد راجل احسن ما تتكلم مع واحد ست. يا سلام، لا طبعا العكس مش صحيح. ايه يعني؟ ايه يعني انت ما تقبلش ان مراتك يبقى عندها واحد صاحب؟ طبعا لا. ايه ده، ازدواجيه دي؟ طب ما انا صاحبتك. ايوه دي مش ازدواجيه، انا محترم واثق من نفسي وواثق فيكي وعلاقتنا محترمه جدا. يا سلام، مش عارفك ان مراتك مش هتروح تعرف واحد محترم. وانا اعرف منين؟ اضمن منين؟ بصي غير الموضوع احسن. لا ما تهربش. ليه بتهرب؟ ليه بهرب؟ ليه سميتيه هروب؟ انا لا، مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لازم تتعلم تواجه يا سيف. انا بس قلقانه ان انت علاقتك بهديل تبوظ كده، بجد مش هينفع. انت عايزاني ابقى عارف ان هديل مصاحبه واحد وبتكلمه في خصوصياتنا وفي علاقاتنا واقعد ساكت كده عادي؟ لا لا، بغض النظر عن الموضوع ده، عشان انا هقعد اقنعك من هنا للصبح مش هتقتنع. لا بتكلم عموما، انت لو فضلت ماشي في الطريق ده علاقتك بهديل هتنتهي. انت عارفه يا انجي، لو كان الجواز ده ليه مانيوال كان الواحد مشي عليه وارتاح. مانيوال؟ يا سلام، وانبسطتي قوي لما قلتي مانيوال. بص انت مش تروحني بقى؟ انت ايه رايح فين اساسا؟ انا ما وريش حاجه. طب ايه، امال فين هديل؟ هديل معزومه في خطوبه واحده صاحبتها. طب وليه ما رحتش معاها؟ ماليش نفس يا ابني. الست بتفرح لما تروح معاها المناسبات زي دي.
الشمال بقى بنت احترمي نفسك والله شمال وانجي